أزيد من 12485 مترشح يجتازون شهادة البكالوريا بولاية غردايا والمنيعة بين النظاميين والأحرار، حيث انطلقت هذه الدورة في ظروف عادية، كما سخرت مديرية التربية لولاية غردايا كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل ضمان السير الحسن وإنجاح هذه الاختبارات. انطلاق امتحان سنوي البكالوريا 2021، امتحان يجري كما تعلمون في ظروف خاصة مع احترام البروتوكول الصحي، كل الوسائل المادية والبشرية جندت لكي يكون هذا الامتحان في ظروف حسنة. انطلقت الانطلاقة الرسمية لامتحان شهادة البكالوريا لولايتي المنيعة وغردايا لأكثر من 12000 تلميذ مترشح عبر الولايتين إناث وذكور. انطلقت العملية من ثانوية أبي عبد الله الفرسطائي بتوفر كل الشروط الضرورية. نلاحظ بأن كما ترون البروتوكول الصحي مطبق، المكيفات الهوائية موجودة، الحراس كذلك والحمد لله رب العالمين موجودين في هذا المركز. ما أتمناه هو التوفيق للجميع بالنجاح. في مثل هذه الظروف التي يسيطر عليها القلق والتوتر على الطالب، نتمنى نحن بدورنا أن يتحول هذا القلق إلى تركيز من أجل حصد نتيجة مشرفة في الأخير.